النهاردة احنا بتاع فالنسيا هنوزع اكل على الناس. اعيش فاتح حسد ملح لازم يبقى معاك مفتاح ما تكلمنيش لو مش معاك مفتاح. اعمل ايه بقى؟ 53 احسن لك هاكله. انا شبيه محمد صلاح. انا كريم عادل. هيو احنا النهارده في مدينه نصر افتتاح مطعم بالخلطه الاسبانيه. مطعم اسمه فالنسيا في مدينه نصر بيعمل سندوتشات سماش برجر وفرايد تشيكن بالخلطه الاسبانيه. يلا بينا نشوف الحوار ده. استحلفك بالله انت ايه اللي جابك هنا؟ انت جابك هنا؟ انت صار معاك حاجه؟ يلا بينا. انا الكلام ده كله انا عامله. انت ماسك ايه الفراشه؟ هتولعه نار النهارده؟ عايز اقف ورا كده وتطلع ايه واعمل حركه تريبل اتش. شوف ده مش شوف خالد ما اقفش ده ورا نو. هو انت بتتكلم بتكلمه بالشفرات انا مش فاهم حاجه. عايز اقف ورا كده وتولعها واعمل تريبل اتش عادي يعني الموضوع سهل. عاملها في افتتاحين قبل كده. جامد. انت بقى انت ايه حكايتك بقى؟ انت عمال تلف ورا من صباحه ربنا. هو في الاضاءه انا حاسس ان دي اشاره. انا عايز اروح اللي عمال يقلب لي النور ده واحنا واقفين في اشاره. ايه الاخبار؟ ايه العروض النهارده؟ سندوتش عليه سندوتش ده قول والله العظيم لمده قد ايه؟ لغايه الساعه 9. لغايه الساعه 9 النهارده؟ ده انا دوق. يلا يا ابني معلش عايز الحق العرض. وانا اقول مفيش حد في مدينه نصر ليه؟ كلهم هنا. سلام عليكم لو سمحت عايزين ايه ده؟ ايه ده؟ حبيبي يا فنان يدوم العز. بعد اذنك لو سمحت. هو في ايه؟ بعد اذنك بعد اذنك العرض عايزين العرض. انا حاجزه يا حاج من امبارح. العرض ده انا حاجزه من اول امبارح. عايز واحد مكسيكي واحد اسباني واحد تايواني. اجي تعالى نعمل السندوتش بنفسنا لاني حاجز. هو الراجل ده في ايه؟ هو تعالى بقى يا عم. حلو انا هديك ماشي. يلا بينا. 47 انت طالبه واحد صور تشيكن على طول كده تمام. إيه انت واقف من بدري بتحب تفتعل المشاكل انت ايه؟ 77 يا حاج ما جيتش بدري ليه؟ 49 يا حاج انت بعيد قوي. انا عايز اوجب معاك بس انت بعيد يا حاج. هو انت ايه حكايتك؟ هو انت ما وراكش غيري يعني؟ هم مسلطينك عليا. 50 اتاخر ليه؟ 50 وانت يا حاج والله عايز امشيك. هات انا بقى شخصا الموضوع معاك. حبيبي يا فنان والله. اتفضل يا حاج. لحفيدتك لحف... ثلاثة وخمسين ده وسط ده ولا ايه؟ 53 وكمان مش واقف. 53 احسن لك هاكله. 54 ماشي. 55 بسرعة بالله عليك. بالله عليك الحاج رقم 77 انت الله يعينك. انت 109 ايه دلوقتي يا باشا؟ جيت دخلت المطبخ شغلتوني معاك وانا عرفت ان العامل بيبقى ليه وجبه. فين وجبتي يا حاج؟ والله ما ناسيك يا حاج. عايزين واحد الاسباني واحد الالماني واحد اللي ما انا معرفش. بون 77 بتاع الحاج معايا ما تقلقش. الحاج فقد الاسد. انت 109 مش هتمشي وانا مش هضطر اتوسط ان انا ما مشكش. انت كده كده مش هتمشي. 68 في ايه؟ ده بيقول لك 68. بقول لك يا فنان انا استاذنت المدير طلعت حرب قال لي كل عامل ليه وجبه. بس انت مش عامل يا باشا. انا عامل فيها عامل فيها. اسمع بس. واحد صورة تشيكن حلو الكلام وواحد برجر. ايه احلى برجر عندكم؟ 71 سويت اند صور 71 ومالبينه الكلام ده كله. طيارة الدوحة. ده انت يا 109 والله العظيم يا انا يا انت النهارده. 77 77 ايه ده انت يا الله الف مبروك يا حاج. صبرت سقفك بين الحاج والنبي. صبرت ونولت يا حاج. وعشان صبرك ده مبروك كسبت معانا. استنى نشوف ايه في التلاجة. مبروك كسبت معانا واحدة كوكا كولا. الف مبروك يا حاج. صورني مع الحاج وهو بيستلم الجايزة. امسك كده الجايزة يا حاج والنبي. خد يا حاج الكوبايات اهو وكاتشب اهو. بص 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 صبرت ونولت. امال لو مش دافع اصلا. امال لو مش دافع حبيبي يا فنان يدوم العيسى. السلام عليكم. طب احنا بقى المشكلة احنا نقعد فين ده المكان ما شاء الله. ايه الأخبار يا حبيب قلبي؟ يعني ايه الحبيب يا فنان؟ أيوة بس عايز آكل عايز آكل. السلام عليكم. ايه الأخبار؟ هموت من الجوع. أوردرات فلوس ناس والله. الواحد لو نام لو أي ساعة في المطبخ المطبخ يضرب يقلب. لا بقول لك ايه؟ أعمل ايه طيب؟ أنت ما عايزين ناكل اللون. الخلطة الأسبانية واضحة فيه فعلا، فيها طعم أسباني كده، لو حد سافر مدريد قبل كده هيفهم. أو المكان اسمه فالنسيا، بس معرفش حاسس إن الخلطة مدريدية أكتر. وأنت إيه؟ عايز تجرب؟ تعالى يا حبيبي جرب، ما هي فسحة، يعني ده اختبار. اتفضل. الخلطة دي مدريدية ولا فالنسيا؟ إيه خد نفسك. دي جامدة. دي مدريدية أكتر ولا فالنسيا أكتر؟ مدريدية أكتر. مدريدية؟
اتكل على الله. استنى اتاكد انا بنفسي. ايه تتاكد بقى؟ الخلطه المانيه شايفه شايفه. اول اميجو البنانه لغايه هنا ثانيه فرقعها. مش عارف باكل في كوكي بار اعمل ايه بقى؟ ايه اللي هيحصل؟ اوعى بقى انا اكلها لك. في ايه؟ ماشي يلا بيه انت. انا شبيه محمد صلاح. انت ما عندكيش نت ولا ايه؟ انا كريم عادل. ترش على النت كده على كريم عادل هتلاقيني معنا بقى بعمل فيديوهات وبقول وي 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 وي. افتح الطريق يا ابني عشان ما بشوفش قدامي. خد خد ادفع كام واجيب لك الاوردر دلوقتي حالا. انا جاي واستلم الاوردر بس اطلع بقى يا عم. انت اللي دفعت ليكوا 5 جنيه هاخدها. اجيب الاوردر للعيال وخدتهم 25 جنيه واليوم 5 جنيه يعني 30 جنيه شغلانه زي العسل. انا عايز اطلب. انت عايز تطلب اصلا؟ لا الطلب ب 50 جنيه الطلب غالي صح؟ شفته فين قبل كده؟ انت 109 يا راجل ده احنا كلنا وهضمنا 120 يا راجل. انت والله العظيم انا شخصنت الموضوع 120 اهو. مستر محمود عبد مغني بقول لك ايه؟ احنا البندق ليه 5 جنيه خدها وادي 5 جنيه امسك بس كده سلك لنا الاوردر بالله عليك. الاوردر دوت السنه الجايه زي دلوقتي. لا يا 109 عامل ايه في الظروف دي؟ اعمل اي حركه كده يا منظر. تدفع كام؟ انا دلوقتي بتقاضى مبالغ 20 جنيه سلك لك الاوردر. ادي 20 جنيه هجيب لك يا باشا ما تقلقش. علني في حاجه؟ بقى لك 5 جنيه انت 109 مستر محمود عبد مغني 109 والنبي عشان ماشي حلاوه هنا حبيبي يا فنان 109 صباح الفل يا فنان ضحكت انا عليك اخلع بقى ما تفتحلش مشاكل بقى احنا معانا ايه تاني يا بيبو 159 159 استحلفك بالله عشان دافع عربيه بقول لك يا فنان الرسيت ده ليه 5 جنيه عايزينها بس كده هات يا باشا تمام كده يا بيبو يا دولي افندم 159 خد تعالى بقول لك ايه خد الاوردر اهو تمشي ولا تبص قدامك ولا وراك ولا يمينك ولا شمال ما تجيش هنا تاني اخلع الساعة 6 ايوه عايز ايه يعني؟ انا عايزك تخلصي الاوردر. طبت والله العظيم. اوكي بس مكسبها حلو. مكسبها حلو الحمد لله بس انا طبت انا بفكر اطلع تشيكن وينجز لله. والله اكفر عن ذنوبي. وجبت لكم خصم عشان اللي عايز تروح وتجرب، استخدم برومو كود هبب 10 عشان تاخد خصم 10% على فاتورتك. هوزع تشيكن وينجز على الغالية على الزباين. يلا بينا نكفر عن ذنوبنا. ما نسيتكوش اهو الناس اللي عملت هبب معايا. مش ناسي حد اتفضلي ادعي لي بقى ربنا يتوب عليا اتفضل تعال لي لا اللي بتقول تعالى خدي حاجه بسرعه بس بقى يا عايش فاتح لا ولا ادعوا لي طيب ادعوا لي ربنا يتوب عليا وبكده يكون الفيديو خلص فشوف الفيديو الجاي فهب هب هب هب